أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على أهمية الدور الذي تطلع به الإدارة التشاركية الفعالة بين شركة ممتلكات البحرين القابضة مع شركائها، ودور كل نجاح يتحقق على هذا الصعيد في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص الواعدة أمام أبناء الوطن. لافتا سموه إلى القيمة العالية للشراكات الاستراتيجية لمملكة البحرين مع مختلف دول العالم على الصعيد الاقتصادي والاستثماري عبر الاستفادة من العلاقات الوطيدة للمملكة، والتي تعززت بفضل توجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه. جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظ الله بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة مع علي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك بمناسبة صدور توجيهات سموه بتعيين سعادة السيد خالد عمرو الرميحي عضوا في مجلس إدارة ممتلكات، وتعيين الشيخ عبد الله بن خليفة الخليفة رئيسا تنفيذيا للشركة، حيث أعرب سمو عن تهانيه للسيد خالد عمرو الرميحي منوها بجهوده خلال فترة توليه مهام عمله كرئيس تنفيذي للشركة، فيما أعرب سمو عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للشيخ عبد الله بن خليفة الخليفة في مهام عمله كرئيس تنفيذي للشركة. لافتا سموه إلى أهمية التطوير الدائم للاستراتيجية الاستثمارية للشركة في ظل عالم سريع التغير، وقد تحدث هذه التغييرات تحديات تتطلب التعامل معها وفق استراتيجيات وخطط محكمة تضمن تحويل هذه التحديات لفرص نوعية لتسجيل نجاحات جديدة على كافة الصعد، ومملكة البحرين بفضل أبنائها لديها قصص نجاح كثيرة على هذا الصعيد ستظل دوما موضعا للفخر والاعتزاز، مشيرا سموه إلى الفرص النوعية المتاحة على صعيد الاستثمار المحلي والمشاريع التنموية الكبرى، مما يفتح المجال أمام الشركات الوطنية المعنية بالاستثمار والقطاع الخاص للاستفادة منها، متمنيا سموه لرئيس وأعضاء الشركة كل التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة. وقد أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة اهتمام الشركة بدعم برامج النمو الاقتصادي للمملكة بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وينفذ توجيهات صاحب السمو نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله، مؤكدا استمرار الشركة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بديم التطوير وإدارة الفعالة للفرص الاستثمارية التي تلبي المتطلبات الاقتصادية لمملكة البحرين.